ولتحليل أبرز ما جاء في سوق المال المصري ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور صفاء فارس محلل أسواق المال. مرحبا بكم على قناة أثري ببرنامج أرقام وأسواق. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك دكتور. يعني بداية دكتور، البورصة المصرية أغلقت على ارتفاعات جماعية، ما تحليل حضرتك لجلسة اليوم؟ أول حاجة جلسة الجمعة كانت إيجابية في النصف الساعة الأخيرة من الجلسة. ابتدى المؤشر منخفض وصل لنقطة الدعم الرئيسية لـ 16700. وكانت بداية هي شراء في نقاط الدعم في جميع المؤشر الأسهم الرئيسية، وبداية من مؤشر السهم البنك التجاري الدولي هو السي أي بي اللي هو يحتوي أكبر وزن نسبي مؤشر إي جي إكس 30. وفعلا بدأ السهم بالتجميع فوق الـ 52.90، حصلت انطلاقة لـ 54.70، رفعت المؤشر إلى 17003 نقطة، وكان ارتفع ل 1.35%. الاتجاه العام للبورصه المصريه هو اتجاه ايجابي. احنا عندنا مؤشرات ايجابيه في السوق المصري ككل، منها البرامج الطروحات الحكوميه اللي يتم طرحها خلال الربع الاول من 2023 وينتهي في 2024. عندنا اخبار اقتصاديه واعده بالنسبه للطروحات والتنظيم والتقييم ليها، بدايه دخول سيوله في المؤشرات، ولكن مؤشر اي جي اكس 70 اللي هو بيستهم الاسهم المتوسط يعني الاسهم القياديه في جميع القطاعات، هو كان عمليه تداول بسيط، ولكن برضه في النصف الساعه الاخيره حصل فيه انطلاقه لجميع الاسهم، وما زال استهلاك الاتجاه الصاعد العام على المدى المتوسط الصاعد لمؤشرات البورصه المصريه. نعم، استاذ صفاء، ما رؤيه حضرتك للسوق الفتره المقبله خاصه في ظل عدم صعود اسهم كثيره خاصه في المؤشر السبعيني؟ احنا هنقول في الفترة القادمة، يعني هنقول خلال الشهر القادم، احنا هنقول الاسهم الموجودة في مؤشر اي جي اكس 70 هو عبارة عن مراحل شراء او دعم بداية في اقتناص فرص شرائية. احنا يعني احنا بقالنا فترة، بقالنا اربع شهور هنلاقي المؤشر اي جي اكس 70 بيتداول من نقطة 3100 بينزل نقطة 2850. هي مرحلة تجميع، يعني هي ده اللي هيبتدي الانطلاقة بعد كده في السوق البسيط. ولكن عموما المؤشرات الرئيسيه في البورصه المصريه على المدى المتوسط صاعده وعلى المدى الطويل صاعده، ولكن في المدى القصير بيحصل عمليه تصحيح، فكل ما يكون الاتجاه صاعد اي عمليه تصحيح هي فرصه شراء وليس فرصه بيع. نعم. وتكون مراكز ماليه شرائيه جديده. نعم، ولتحليل ابرز ما جاء في اسواق المال الاماراتيه والتي شهدت تراجعات جماعيه، ابدا مع حضرتك من بورصه ابو ظبي. ما تقييمك لجلسه اليوم وابرز ما جاء فيها من احداث؟ احنا هنقول كسوق الامارات ككل، من اسباب انخفاض السوق عموما هو ما اصدرته اللجنه الاتحاديه في امريكا في البنك المركزي هناك لعمليه التضخم، ويجب ان ترتفع سعر الفايده. فطبعا احنا عارفين ان سوق الامارات سواء دبي او ابو ظبي مرتبط العمله بتاعته بعمله الدولار، فكان طبيعي جدا ان احنا العمليات من امس عمليه انخفاض في قيمه المؤشرات. احنا نلاحظ ان مؤشر ابو ظبي اغلق على 9751، حصل الجلسه السابقه كانت 9763. نعم. من الاسباب طبعا ان في سوق ابو ظبي في اكتتاب جديد، كان النهارده اول يوم طرح ليه اللي هو دونيك للغاز، وطبعا اي موضوع طرح جديد وهو جذاب فحصل فيه عمليه اكتتاب، فحصلت فيه انخفاض في السيوله من جميع الاسهم عشان تخش في هذا الاكتتاب. نعم، فده كان من الاسباب الاساسيه لانخفاض المؤشر ابو ظبي، ولكن على المدى القصير المتوسط هي المؤشرات هترتفع، ولكن نتيجه بس الاخبار اللي هي خاصه بامريكا اللي هي تخفيض ارتفاع سعر ارتفاع سعر الفايده لتقليل الانخفاض، هو ده اللي اثر على اتجاه الاسواق الخارجيه ككل لارتباطها بالدولار، عبرتها مرتبطه بالدولار. نعم، ننتقل للسوق دبي الذي اغلق اليوم منخفضا ايضا، ما تحليلك؟ احنا هنقول ان سوق دبي اغلق على 3417.87. طبعا الاتجاه العام كانت في خروج سيوله نتيجه الخوف من ارتفاع سعر الفايده، ده هيأثر على السياسه النقديه في امريكا وبالتالي على جميع العملات المرتبطه بيها زي العملات الخاصه بدبي. هنلاقي ان بس ما زالت في حاجه ايجابيه في السوق الخليج ككل او سوق دبي، هنلاقي ان في اتجاه للارتفاع بعض الاسهم زي الخاصه بنك المشرق وامانات القبضه. وبعض الاسهم دخلت في سيوله، بس سيوله متدرجه، يعني سيوله ضعيفه هتزيد. نعم. خلال الاسبوع القادم مع استقرار السيوله، وكمان احنا نعرف ان امبارح البربيل لزيت البترول انخفض ل 82 دولار 82.25، فطبعا كل ما تراجع بحساريه الضغط ده بيؤثر على اسواق الخليج، ولكن على المدى المتوسط هيحصل عمليه ارتفاع مره اخرى. نعم،
بدأ الاكتتاب في 3 مليارات سهم من أسهم شركة أدنوك للغاز في بورصة أبوظبي. ما تقييمك لهذا الطرح دكتور صفاء؟ وأيضا حجم تأثيره على بورصة أبوظبي ككل؟ النهارده كان الحاجه الايجابيه في سوق ابو ظبي بالرغم الانخفاض اللي حدث نتيجه طبعا البيان اللي صدر من الاتحاد الامريكي عشان سعر الفايده. كان في ايجابيه النهارده في بدايه الاكتتاب اللي هيبتدي من 1 بارز وهينتهي في 1 بارز. كان في طرحين، طرح عام وطرح خاص. عباره عن شركه دور كبير بين الشركات القويه جدا في ابو ظبي. الطرح محتمل ليه ان هو ينجح، والنهارده في تغطيه جامده جدا للطرح طرح للسهم. التقييم بتاعي دي ان كل الاكتتابات الخاصه مرتبطه بالغاز هترتفع، وهيحصل فيه ارتفاع باسباب معينه. احنا عارفين طبعا الحرب اللي حصلت بين روسيا واوكرانيا، فطبعا ده اثر على استيراد الغاز. ولكن هنا في الامارات لما تكون شركه كبيره زي هذا وتم طرحها ويتم طرح 3 مليار سهم ليها بيرفع القيمه بتاعتها، ده هيؤدي الى ايجابيات في سوق الخليج ككل، وسوق طبعا خاصه في سوق ابو ظبي. هو هيعمل يعني احنا عندنا طرح، الطرح يبتدي من 2.25 درهم للسهم الواحد، فده طبعا حاجه ايجابيه هيرفع قيمه الشركه. ولطب التغطيه حفر السيوله دخلت في الشركه النهارده، ومع استمراره خلال الجلسات الاخرى في نهايه او بدايه 1 مارس هيحصل تغطيه جامده لهذا السهم. فهو طرح ايجابي وهيعمل سيوله جامده بعد كده في السوق ابو ظبي خاصه يعني. صحيح، ما هي من الاخبار الايجابيه اكيد. بشكر حضرتك دكتور صفاء فارس محلل اسواق المال لمشاركتك معنا اليوم.